الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله رمضانكم مبروك ينعاد عليكم بالصحه وبالخير والبركه. اليوم اول نهار في رمضان موجودين في سوق النحايسيه، حبينا نشوفوا الحركه في السوق هذه، شنو الاسوام والاقبال وراي الناس في الاسوام الموجوده اليوم في سوق النحايسيه. ثلاثه بدينار الاقبال امس خير من اليوم، انا هكاك انا في بدايه النهار، ان شاء الله ربي يسهل وربي يرزق الناس الكل. بالنسبه للحم البقري عندنا الهبره ب 36 دينار، الكتلة 32 دينار، الحم بالعظم 25 دينار، وعندنا جمانة ب 32 دينار. بالنسبة للحم العلوش كيلو 35 دينار. عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكرشة ب 7000 والهرقمة ب 12 دينار والكبدة 45 دينار. الفاح ب 4.5، الفريز ب 6500، الدقله ب 6000، وعندنا الفراك ب 5000. بنان لي حقيق بنان جيم سعر ملي سعره ما عادش موجود البنان جيم. بنيتي الدنيا شعلت وغليت، حليل الزوالي حليل ما يخلطش. والله زينا بدينار، لا 12 ورقه بدينار. توا الفلفل ب 4000 فرنك، كيلو التوم سومبر ب 5000. بيع توا كيلو الحلو ب 4500. الفلفل غالي ياسر، الطماطم ب 2000، البرتقال مغلي ياسر ب 2500 وب 5000 وب 4000. الشروب واللي كان ب 500 فرنك تو ب 2500. ما دام البنان ما هبطش في الشركات، الموردين تجيبوا ب 4500 ويبيعوا لنا ب 5000 موجود، ما ثماش. يقول لك هو المورد ما ثماش يشري بالكونتر، هو هذوما اللي يشريو تو الخضار اللي يشريو في البنان يشريو فيه نتاع كناتريه، ياخذ في كردونه البنان 18 كيلو ياخذ فيها ب 140 ب 150 خاش باش يبيع. كي يبيعها ب 8000 خاسر فيها. تو التفاح ناس حطته في الفريقوات تو عندهم 3 شهور 4 شهور يخدم في الفريقو باش يبيعوا في رمضان ب 5000 وب 6000. تجي انت